جمهور العزيز في وطننا العربي في العراق والكويت، أود أن أقدم لكم شكري وامتناني على وقفتكم الرائعة والكبيرة في الدفاع عني ضد افتراءات وادعاءات كاذبة وسخيفة قوبلت بالرفض من الشارع العراقي والكويتي. أنا يا أصدقائي كاظم هو نفسه الذي عرفتموه منذ سنين، لم أتغير ولا اهتمامات لدي سوى الفن الجميل ونشر المحبة والود والفرح والتسامح والسلام والصفاء بين الناس، ولا شأن لي بالسياسة من قريب أو بعيد. هذه الاتهامات مصدرها أشخاص قليلين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، استمروا في عملهم ضدي مستغلين ظروف الغزو على الكويت بدافع الغيرة والحقد والحسد، ولكني أدعو لهم أن تستيقظ ضمائرهم وأن يراجعوا أنفسهم وأن يخافوا الله. أرجو من جمهور العزيز التوقف عن الرد على أي منتقد، إحنا وطن عربي واحد وعائلة واحدة نجتمع دائما على المحبة والسلام واحترامنا لبعضنا. جمهوري العزيز في كل مكان، نحن نقابل تلك الهجمة والانتقادات من البعض وهم قلة كما ذكرت، بأخلاق عالية وراقية وبروح طيبة، ونبتعد عن التشنج والشتائم. والكل أعزاء عندي ولدي جمهور كبير ورائع في الكويت. أنا أقدر الألم الكبير الذي عاناه شعبنا الكويتي، وهذا لا يقبل به لا الله ولا الشعب العراقي البريء الذي لا ذنب له، دفع الثمن غاليا جدا من خلال سنوات الحصار والظلم والألم والمعاناة والحروب. سأبقى أغني للحب والسلام، ولأني أحبكم أغني. جمهور العزيز في وطننا العربي في العراق والكويت، أود أن أقدم لكم شكري وامتناني على وقفتكم الرائعة والكبيرة في الدفاع عني ضد افتراءات وادعاءات كاذبة وسخيفة قوبلت بالرفض من الشارع العراقي والكويتي. أنا يا أصدقائي كاظم هو نفسه الذي عرفتموه منذ سنين، لم أتغير ولا اهتمامات لدي سوى الفن الجميل ونشر المحبة والود والفرح والتسامح والسلام والصفاء بين الناس، ولا شأن لي بالسياسة من قريب أو بعيد. هذه الاتهامات مصدرها أشخاص قليلين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، استمروا في عملهم ضدي مستغلين ظروف الغزو على الكويت بدافع الغيرة والحقد والحسد، ولكني أدعو لهم أن تستيقظ ضمائرهم وأن يراجعوا أنفسهم وأن يخافوا الله. أرجو من جمهور العزيز التوقف عن الرد على أي منتقد، إحنا وطن عربي واحد وعائلة واحدة نجتمع دائما على المحبة والسلام واحترامنا لبعضنا. جمهوري العزيز في كل مكان، نحن نقابل تلك الهجمة والانتقادات من البعض وهم قلة كما ذكرت، بأخلاق عالية وراقية وبروح طيبة، ونبتعد عن التشنج والشتائم. والكل أعزاء عندي ولدي جمهور كبير ورائع في الكويت. أنا أقدر الألم الكبير الذي عاناه شعبنا الكويتي، وهذا لا يقبل به لا الله ولا الشعب العراقي البريء الذي لا ذنب له، دفع الثمن غاليا جدا من خلال سنوات الحصار والظلم والألم والمعاناة والحروب. سأبقى أغني للحب والسلام، ولأني أحبكم أغني. جمهور العزيز في وطننا العربي في العراق والكويت، أود أن أقدم لكم شكري وامتناني على وقفتكم الرائعة والكبيرة في الدفاع عني ضد افتراءات وادعاءات كاذبة وسخيفة قوبلت بالرفض من الشارع العراقي والكويتي. أنا يا أصدقائي كاظم هو نفسه الذي عرفتموه منذ سنين، لم أتغير ولا اهتمامات لدي سوى الفن الجميل ونشر المحبة والود والفرح والتسامح والسلام والصفاء بين الناس، ولا شأن لي بالسياسة من قريب أو بعيد. هذه الاتهامات مصدرها أشخاص قليلين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، استمروا في عملهم ضدي مستغلين ظروف الغزو على الكويت بدافع الغيرة والحقد والحسد، ولكني أدعو لهم أن تستيقظ ضمائرهم وأن يراجعوا أنفسهم
وأن يخاف الله. أرجو من جمهور العزيز التوقف عن الرد على أي منتقد، إحنا وطن عربي واحد وعائلة واحدة، نجتمع دائما على المحبة والسلام واحترامنا لبعضنا. جمهوري العزيز في كل مكان، نحن نقابل تلك الهجمة والانتقادات من البعض وهم قلة، كما ذكرت، بأخلاق عالية وراقية وبروح طيبة، ونبتعد عن التشنج والشتائم. والكل أعزاء عندي، ولدي جمهور كبير ورائع في الكويت. أنا أقدر الألم الكبير الذي عاناه شعبنا الكويتي، وهذا لا يقبل به لا الله ولا الشعب العراقي البريء الذي لا ذنب له، دفع الثمن غاليا جدا من خلال سنوات الحصار والظلم والألم والمعاناة والحروب. سأبقى أغني للحب والسلام، ولأني أحبكم أغني. جمهور العزيز في وطننا العربي في العراق والكويت، أود أن أقدم لكم شكري وامتناني على وقفتكم الرائعة والكبيرة في الدفاع عني ضد افتراءات وادعاءات كاذبة وسخيفة قوبلت بالرفض من الشارع العراقي والكويتي. أنا يا أصدقائي كاظم هو نفسه الذي عرفتموه منذ سنين، لم أتغير ولا اهتمامات لدي سوى الفن الجميل ونشر المحبة والود والفرح والتسامح والسلام والصفاء بين الناس، ولا شأن لي بالسياسة من قريب أو بعيد. هذه الاتهامات مصدرها أشخاص قليلين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، استمروا في عملهم ضدي مستغلين ظروف الغزو على الكويت بدافع الغيرة والحقد والحسد. ولكني أدعو لهم أن تستيقظ ضمائرهم وأن يراجعوا أنفسهم وأن يخافوا الله. أرجو من جمهور العزيز التوقف عن الرد على أي منتقد، إحنا وطن عربي واحد وعائلة واحدة، نجتمع دائما على المحبة والسلام واحترامنا لبعضنا. جمهوري العزيز في كل مكان، نحن نقابل تلك الهجمة والانتقادات من البعض وهم قلة، كما ذكرت، بأخلاق عالية وراقية وبروح طيبة، ونبتعد عن التشنج والشتائم. والكل أعزاء عندي، ولدي جمهور كبير ورائع في الكويت. أنا أقدر الألم الكبير الذي عاناه شعبنا الكويتي، وهذا لا يقبل به لا الله ولا الشعب العراقي البريء الذي لا ذنب له، دفع الثمن غاليا جدا من خلال سنوات الحصار والظلم والألم والمعاناة والحروب. سأبقى أغني للحب والسلام، ولأني أحبكم أغني. جمهور العزيز في وطننا العربي في العراق والكويت، أود أن أقدم لكم شكري وامتناني على وقفتكم الرائعة والكبيرة في الدفاع عني ضد افتراءات وادعاءات كاذبة وسخيفة قوبلت بالرفض من الشارع العراقي والكويتي. أنا يا أصدقائي كاظم هو نفسه الذي عرفتموه منذ سنين، لم أتغير ولا اهتمامات لدي سوى الفن الجميل ونشر المحبة والود والفرح والتسامح والسلام والصفاء بين الناس، ولا شأن لي بالسياسة من قريب أو بعيد. هذه الاتهامات مصدرها أشخاص قليلين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، استمروا في عملهم ضدي مستغلين ظروف الغزو على الكويت بدافع الغيرة والحقد والحسد. ولكني أدعو لهم أن تستيقظ ضمائرهم وأن يراجعوا أنفسهم وأن يخافوا الله. أرجو من جمهور العزيز التوقف عن الرد على أي منتقد، إحنا وطن عربي واحد وعائلة واحدة، نجتمع دائما على المحبة والسلام واحترامنا لبعضنا. جمهوري العزيز في كل مكان، نحن نقابل تلك الهجمة والانتقادات من البعض وهم قلة، كما ذكرت، بأخلاق عالية وراقية وبروح طيبة، ونبتعد عن التشنج والشتائم. والكل أعزاء عندي، ولدي جمهور كبير ورائع في الكويت. أنا أقدر الألم الكبير الذي عاناه شعبنا الكويتي، وهذا لا يقبل به لا الله ولا الشعب العراقي البريء الذي لا ذنب له، دفع الثمن غاليا جدا من خلال سنوات الحصار والظلم والألم والمعاناة والحروب. سأبقى أغني للحب والسلام،
ولأني أحبكم أغني.